يوما بعد آخر يحصد فيروس كورونا المزيد من أرواح البشر في وقت ينتشر كالبرق ليشمل دولا جديدة مثل إيران ودولة الاحتلال وكوريا الجنوبية ودولا أوروبية كإيطاليا ودولا عربية. أما في قطاع غزة المحاصر أعلنت لجنة المتابعة الحكومية أنها لم تسجل أي إصابة بالفيروس حتى اللحظة بعد أن اتخذت مجموعة قرارات طارئة من بينها إغلاق المعابر حتى إشعار آخر. كما واتخذت غزة مجموعة من الإجراءات تمثلت بإلزام العائدين من الدول الخارجية بالتوقيع على تعهد الحجر الإلزامي، حيث تتابع وزارة الداخلية تطبيق الخطوة، وكذلك إجبار العائدين من الدول الموبوءة على دخول الحجر الصحي لمدة 14 يوما. قد تم التأكيد على خلو قطاع غزة من تسجيل أي إصابة بهذا الفيروس، كما وتم التباحث ودراسة جملة الإجراءات الاحترازية، وأكرر هنا الاحترازية الإضافية لمنع انتشار هذا الوباء. وعليه فقد تقرر ما يلي: 1- إغلاق معابر قطاع غزة في كلا الاتجاهين، استمرار تعليق التحاق الطلبة بالمدارس والجامعات ورياض الأطفال بالمؤسسات التعليمية المختلفة حتى نهاية شهر مارس. هنا يتحدث المؤتمرون عن قدرة وزارة الصحة للتعامل مع أي إصابات بكورونا في القطاع، فالوزارة تؤكد أنها جاهزة للتعامل مع أي تطور رغم نقص الإمكانيات، بالإضافة لتجهيز عشرات الغرف داخل معبر رفح لحجر العائدين من الخارج، إجراءات وقائية منعت من انتشار الفيروس ليبقى قطاع غزة خاليا تماما من أي إصابة. علم الدين صادق، القناة التاسعة، غزة، فلسطين المحتلة.